مساء الخير، أهلا بكم في قناة ديافولو، وأهلا بكم في السجين. قبل ما تشوف أو تسمع أي حاجة، لازم عليك إنك تسمع قصة في محطة رمسيس. لو أنت ما سمعتهاش، هتلاقي اللينك بتاعها في أول كومنت تحت. قصة سجين هينزل منها كل يوم جزء في حدود النص ساعة. لو في اي نوع من الشكاوي او الاعتراضات او الاسئله، ليه الفيديوهات قصيره او ليه القصه هتنزل على اجزاء قصيره، تقدر تدخل تشوف فيديو باسم الرد على الكومنتات، وهتعرف هناك كل حاجه عايز تعرفها. اما لو انت داخل عشان تستمتع وتتفرج على القصه، اهلا بيك. اتمنى انها تعجبك، وأتمنى أني أعرف رأيك في الكومنتات. ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين. ديافولو. أنا مش عارف أعد قد إيه من الوقت. آسف، أصل أنا مش زيكم، أنا مش مركز مع الوقت. شهوركم وسنينكم مش زي شهوري وسنيني. مش عشان انا شخص مجهول وبعيش مغامرات، بالعكس، بس زي ما تقول بقى في حالة زهد من الحياة كلها. حسيت من اخر كلام سمعته من دكتور محمد ان يا مجنون يا الناس كلها هم المجانين. اكيد دلوقتي انت بدأت تتجمع شوية. انا مين؟ انا مالك اللي حياته اتغيرت 180 درجة علشان عمل موقف انساني مع راجل وبنته. وللأسف الموقف مخلصش لحد هنا. انا لقيتها معايا في الجامعة، حاولت اكلمها كذا مرة لكن هي كانت بتتهرب مني، لحد ما اخدت منها عنوان بيتها ورحت وسمعت منها كل حاجة. سمعت انها عليها زي جن عاشق، وان اي حد بيقرب منها او هيتجوزها هيموت الا انا، الشخص الوحيد اللي لحد دلوقتي ما موتش ولسه عايش للاسف. وعشان كده انا قررت اني لازم اعرف حقيقة كل الموضوع ده. بس دخلت في ألغاز كتيرة جدا. افتكرت مروان صاحبي هو اللي بيعمل كل ده، بس في الاخر اكتشفت ان مروان ميت بقاله حوالي سنتين وشوية، وكذلك امي، وانا كل ده ما كنتش اعرف. هتسألني معرفش ازاي؟ هقولك والله معرف، عشان الوقت بقى مش مفهوم بالنسبة لي. زي برضو الشيخ عبد القادر لما اخدته معايا البيت، والبيت ولع باللي فيه، وقبل ما اهرب قال لي ان ما كانش فيه حد في البيت اصلا غيري انا وهو. ورغم ان روان وابوها كانوا موجودين وهما اللي فتحوا الباب اصلا. وزي برضو الكائن اللي ظهر لي وحذرني اني ما روحش، وان مروحي هناك ده هيسبب خسائر كتير. وفعلا حصل، وكنت هموت في البيت، والشيخ عبد القادر على حد علمي في المستشفى بين الحياة والموت. اسئلة كتير بتدور في دماغي ولازم اعرف حلها. هو تقريبا عدى على الموضوع ده حوالي شهرين ونص او شهرين وشوية. حسيت ان خلاص
كل حاجة انتهت والنهاية دي نهاية القصة. بس زي ما قلت لك ان القدر والصدف ممكن يحطوك في مواقف انت نفسك ما تصدقش انك ممكن تتحط فيها، او حتى توافق انك ترجع لحاجة انت عشتها. وكذلك ده اللي حصل معايا. لقيت دكتور محمد بيدخل عليا الأوضة. صح، نسيت اقول، انا اتحجزت في حاجة زي مصحة نفسية بسبب ان لما البيت ولع والشيخ عبد القادر اللي حصل له لما اخدوا اقوالي في النيابة، انا حكيت اللي حصل بالظبط. وكون ان واحد يحكي انه شاف جثة صاحبه بتترمي عليه وبنت وابوها في بيت بقاله 10 سنين ما تسكنش، اصوات غريبة بتطلع من البيت، فانا فعلا لو مكان وكيل النيابة كنت هرميني في العباسية. لكن دكتور محمد ما سابنيش وقرر اني هروح المصحة اللي هو بيشرف عليها، ومن ساعتها وانا هناك. ولقيت زي ما قلت دكتور محمد بيفتح الباب وبيدخل وقال لي ها عامل ايه دلوقتي يا مالك؟ قلت له تفتكر بعد المدة دي كلها وكل اللي حصل هكون كويس يا دكتور؟ قال لي لا انا عاوزك تبقى كويس عشان واضح انك هتكمل مذكراتك القديمة، اصل وانا بقراها لقيت 20 أو 30 صفحة فاضية، فقلت حرام نسيب الورق ده. قلت له دكتور انا في الظروف دي مفيش اي مجال للهزار، وانت دكتور وعارف اكيد ان ده مش هيساعد في العلاج. رد وقال لي ما هو انا علشان دكتور وعارف علاجك انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. القصة اللي انت عشتها لسه مش هتنتهي دلوقتي. قلت له يعني ايه؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ قال لي يعني دلوقتي انت اتفتح لك سكة جديدة هتمشي فيها، وده مش عشان تثبت لنفسك وليا ان روان حقيقية، ده عشان تعرف تخرج من المصحة دي وتتأكد للنيابة انك مش انت السبب في الحريقة دي. قلت له طب ايه هي السكة دي؟ قال لي السكة اللي هتطلعك من هنا، وهي اللي هتساعدك توصل للحقيقة في كل حاجة. وفجأة لقيت دكتور محمد قام وفتح الباب وخرج، لكن دخل مكانه شخص تاني. هو شكله طبيعي جدا، باين ان هو في الاربعينات، تحس ان باين عليه التعب بشكل كبير، حتى عينيه الاتنين السواد اللي تحتها مبين ان الراجل ده منامش بقاله شهور مثلا. بس اعتقد ان ما كانش فيه اي شيء ملفت او غريب او يخوف فيه. سكوت مني ومنه، ومحدش فينا كان راضي يتكلم نهائي، محدش فينا كان راضي يبدأ الكلام، لحد ما انا قطعت الصمت وقلت له لو حضرتك جاي هنا عشان تسكت يبقى ما كانش ليه لازمة وجودك من الاساس. رد وقال لي انا ممكن امشي حاضر، بس لو فتحت الباب ده ومشيت دلوقتي انت مش هتخرج من المصحة دي ولا هتلاقي حل لنهاية التجربة اللي انت فيها، ولو ما متش من التعب والمصحة اعتقد انك هتموت من الفضول. حسيت من كلامه انه مش كلام واحد طبيعي، ده واحد دارس وفاهم هو بيقول ايه بالظبط، مقدر اني فعلا محتاجه. لحد ما قلت له هو مين حضرتك؟ رد عليا وقال لي انا الدكتور عمرو زكريا. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، وما ادراك ما سجين. لقيت الراجل ده بص لي قوي وقال لي بجد حضرتك هو الدكتور ده؟ قلت له اه يا مالك، انا ايه اخبارك دلوقتي؟ قال لي على حسب. قلت له على حسب ايه؟ قال لي على حسب انت فعلا هتقدر تعمل حاجه ولا لا.
قلت له انا مش سايب عيادتي والشغل في اسكندرية وجاي لحضرتك القاهرة عشان تسألني هقدر اعمل حاجة ولا لأ، وبجانب كده انا مش هقدر اعمل لك حاجة من غير مساعدتك، فلازم انت كمان تساعدني تتكلم معايا. اتفقنا؟ هل اتفقنا؟ الفكرة ان بمجرد دخولي حسيت باحساس قوي، احساس قوي ان احنا مش لوحدنا، وده اللي خلاني سألته السؤال المعتاد وقلت له هو قل لي كده احنا كام واحد في الاوضه. بص لي قوي بقلق شويه وقال لي 2. قلت له طب تمام، انا الدكتور محمد كان حكالي على كل حاجه وعرفني، بس انا حابب اسمع الوضع منك والحكايه كلها عشان افهم. قال لي معرفش كل الحكاية اني حبيت واحدة، مركزتش في حاجة وقتها غير اني حبيتها، كانت عجباني وكنت عايزها، معرفش كان مالي، بس انت نفسك اللي شفتها هتلاقي ان انت هتقع في حبها، جمالها تحسه مش من هنا، شكلها هيخليك مش قادر تفكر اللي انت بتعمله ده صح ولا لأ، انت بتكون عاوز تتحرك عشان تقرب منها بس. قلت له تمام، وبعدها؟ قال لي وبعدها اكتشفت انها ملبوسة بجن عاشق، بس مش عارف. قلت له مش عارف ايه؟ قال لي مش فاهم او عارف، ما اعرفش ايه اللي حصل بعدها، انا فجأة لقيت كل حاجة بتهددني اني ما اقربش منها قبل ما اروح اتقدم لها بليلة واحدة بس، وفجأة لقيت نفسي في بيتها تاني يوم وهو بيتحرق مع الراجل اللي كان مربيني من وانا صغير، كان اسمه، قلت له الشيخ عبد القادر. قال لي بالظبط هو ده. كمل كلامه وقال لي طب حتى انا فيها مشكلة فعلا ومريض وبتهيألي ناس ميتة، بس ايه علاقة مروان صاحبي بواحدة شفتها بشكل عشوائي في محطة رمسيس؟ انا مش فاهم، وش معنى انا؟ هو ايه الكائن اللي جالي بالليل هددني من اني لو قربت من روان او ابوها انا هيحصل لي مشاكل او ممكن اذيهم؟ وقتها وانا بتفرج على الولد وهو بيتكلم، الولد ده مريض عقلي بنسبة 40% مثلا، ودي حاجة كويسة عشان مش هياخد وقت في العلاج، بالذات انه واعي ومركز لكل حاجة، بس هي حالة الانهيار العصبي اللي عنده دي هي اللي مخليها مش قادر يركز، بجانب الصدمة اللي واخدها بسبب اللي مر بيه، بالرغم ان اللي بيقوله ده عدى عليه سنين، الا انه محتاج يهدى الاول عشان يبدأ ينتظم على العلاج، وهو كمان عنده استعداد ان هو يخف ويتعالج. بس الفكرة في ان انا مش حاسه مريض نفسي وبس، انا متأكد ان في لعبة كبيرة قوي بتحصل من وراه، بس انا مش قادر استوعبها دلوقتي. قربت وقعدت جنبه على السرير وقلت له بص، انت اخويا، انا مهما كنت مش هقدر اخرج واحد قاعد السنين دي كلها هنا في مصحة بسهولة، وفي نفس الوقت انا مش هينفع اسيبك هنا عشان عارف انك مظلوم وسط كل ده وملكش دعوة بكل اللي حصل، تحب اساعدك عشان نخرج من هنا؟ بص لي وهو الدموع في عينه قال لي يا ريت. قلت له طب تمام قوي، من اول ما جيت هنا او من بعد ما فقت من الحادثة اللي حصلت في بيت روان، حلمت بأي حاجة وحشة، حصل لك حاجة تخوف، أو جالك حد زي ما بتقول؟ قال لي لأ، بالعكس الدنيا هادية جدا ومفيش أي حاجة بتحصل لي. قلت له طب حلو قوي، أنا هكتب لك على شوية أدوية تاخدها وتمشي عليها، بس الأول لازم تسمع كلام الدكاترة هنا، تسمع كل كلامهم، انت مش في سجن ولا زي ما بتشوف في الافلام هتلاقيهم داخلين بيكهربوك ويرشوا عليك مية ساقعة، الدنيا هنا لطيفة وهتلاقي التعامل باحترام وهدوء، والدكتور محمد هيكون معاك لحد ما نرجع لك. قال لي هو انت هتروح فين؟
قلت له هشوف كام حاجة صغيرة وهروح ابص على الشيخ عبد القادر واجيلك. قال لي بس هو مش هيسمح لأي حد يدخله ويتعامل معاه غيري. ابتسمت له ابتسامة بسيطة وقلت له انت لسه متعرفنيش. اول ما خرجت من اوضته كان اول هدف في دماغي اني اروح لبيته، ده اول مكان لازم اروح اشوفه عشان اعرف الولد ده كان ايه اللي عايش فيه. عرفت عنوان بيته من المستشفى واخدت المفاتيح اللي كانت متاخده منه وكل حاجته وطلعت على البيت. انا مين؟ انا الدكتور عمرو زكريا، عندي 41 سنة، ليا شعبية بشكل متوسط في مجال العلاج النفسي في اسكندرية. من سنين وانا عايش لوحدي بسبب اني كنت متجوز الانسانة اللي حبيتها وانا في الكلية، بس لما حست ان في اعراض مش مظبوطة خافت مني وطلبت الطلاق، ومن ساعتها وانا مقرر اني مش هتجوز وادخل شخص حياتي غير لما اعرف انا فيا ايه الاول. لكن ما عداش كتير لحد ما اكتشفت ان جوايا كيان من عالم تاني. وقتها حصل تواصل بيني وبينه وبقى شبه بيساعدني في شغلي وحياتي بشكل عام، لحد ما تحولت العلاقة دي لصداقة. عمري ما شفته او اتكلمنا، التواصل بينا بيكون مجرد افكار بتجيلي في دماغي وقت المشاكل او الخطر، ومع الوقت بقت عندي حاجة مش عند باقي البشر بسبب الكيان ده. وحاليا عايش معايا في عيادتي الإنسانة اللي بحبها واللي تقبلتني بكل مشاكلي وظروفي أخيرا. ممكن تعرف كل تفاصيلي أكتر لو دورت على سلسلة باسم ما وراء باب الطبيب النفسي، ساعتها هتعرف أنا مين بالظبط وحكايتي بشكل أوضح. المهم، من فترة صغيرة دكتور محمد المسؤول في المستشفى هنا بعت لي طلب اني اجي اشوف حالة محجوزة بقالها 18 سنة. وقتها الصوت اللي في دماغي هو اللي شجعني اني اجي اشوفه واحاول احل المشكلة. خليني اكمل لك اللي حصل بعدها. القاهرة ضخمة جدا، ضخمة جدا بالنسبة لإسكندرية، ودي حاجة بديهية انت اكيد عارفها، بس كنت لازم اقولها عشان المشوار اخد مني وقت طويل فعلا. المهم، وصلت البيت وفتحت الباب ودخلت. البيت كان حجمه متوسط، مكون من اوضتين وحمام ومطبخ كبار. اتحركت بالراحة ورحت فتحت البلكونة الكبيرة الموجودة علشان تنور لي المكان احسن. بيت بسيط جدا، حتى عفشه وديكوره بسيط جدا، بس بالرغم من صغر وبساطة المكان انا ما كنتش مرتاح. في احساس قوي من اول ما دخلت المكان اني مش لوحدي. اتحركت ورحت الاوضة من الاتنين الموجودين. لسه هفتح بابها لكن سمعت حاجة سكتتني شوية. سمعت باب الأوضة التانية اللي جنبي بتفتح. عارف لما تكون في مكان هادي قوي وتسمع صوت فتتلفت يمين وشمال عشان تشوف الصوت ده مصدره منين؟ طب عارف بقى لما تكون في مكان هادي وتسمع صوت تكون عارف مصدره بس بتحاول تقنع نفسك انه بيتهيألك؟ انا مش خايف بس الموقف يقلق شوية،
خاصة اني لسه ما استعدتش الحاجة اساسا. شلت ايدي من على باب الأوضة اللي ماسك اكرتها، وبنفس بطء حركة ايدي كان باب الأوضة التانية بيتفتح على الاخر. غمضت عيني، خدت نفس بالراحة ورجعت لورا عشان ابص على باب الأوضة التانية الاقي مفتوح. واحدة، لقيت واحدة واقفة وماسكة في ايديها عيلة صغيرة شكلها ما يعديش العشر سنين، والطفل دي ماسكة في ايدها دبدوب صغير وبتبص بصة من تحت لتحت عشان باين عليها الكسوف. ملحقتش اركز في شكل الست وقتها بسبب انها سبقتني وقالت لي ناولني المية اللي هناك دي يا ابني عشان اخد الدواء. فضلت ببصص لها ببلع ريقي وبلف رقبتي بالراحة ناحية الترابيزة اللي بتشاور عليها بصباعها، لقيت كوباية مية موجودة فعلا. رجعت بصيت لها تاني وقلت لها طب ما تخلي بنتك تجيبها لك يا حاجة. ابتسمت وقالت لي لا، ما اصل بنتي بتخاف. قلت لها بتخاف من ايه؟ قالت لي من اللي وراك. برقت وقتها، بصيت على البنت وركزت في نظرها، لقيت انها مش نظرة كسوف، دي نظرة رعب. زقيت جسمي لقدام ولفيت دماغي بسرعة عشان اشوف اللي ورايا، ما لقيتش حاجة. رجعت لفيت ناحية باب الأوضة، لقيت الباب مقفول، مفيش كوباية موجودة ولا في أي حاجة. قربت ايدي من اكرة الباب وفتحته، لقيت اوضة عادية جدا، سرير قديم وشكل الاوضة ما يختلفش كتير عن باقي الشقة في البساطة. بدأت ابص بعيني في كل حتة بس ما حسيتش ان في حاجة مهمة، بس الحاجة الوحيدة اللي حسيتها هي ان الاوضة دي مش مريحة، مش عشان اللي لسه شايفه بس عشان انا متأكد ان في حاجة حصلت فيها. دخلت دورت في الادراج والدولاب، ما لقيتش غير مجرد هدوم. الدولاب كان شكله قديم وعلى قده لدرجة ان ارضية الدولاب عبارة عن لوح خشب مدقوق في كام لوح تاني وهم اللي عاملين الارضية. طلعت من الأوضة ورحت للأوضة التانية اللي كان واضح إنها أوضة مالك، شكلها بسيط جدا. فتحت الدولاب والأدراج لقيت شوية هدوم عادي جدا، مفيش وسطهم أي حاجة مريبة. طلعت من الأوضة دي وقفلت الباب ورايا، ما لقيتش أي حاجة في الشقة تفهمني اللي حصل أو تعرفني أي حاجة. اتمشيت لحد باب الشقة نفسه ولسه هفتحه سمعت صوت بينادي عليا بيقول لي يا ابني. الصوت ده كان صوت الست اللي طلعت لي من شويه. ما لقيتش حل غير اني ارد عليها واقول لها ايوه يا حاجه. قالت لي يا ابني، قالت لي يا ابني هات لي الميه دي انا مش قادره. وقفت شوية اشاور مخي اروح لها ولا لأ، لحد ما لقيت نفسي بتحرك بتلقائية ناحيتها عشان اشوف في ايه بالظبط. لقيتها ماسكة الطفلة اللي كانت معاها من رقبتها
وبتجرها جوه الاوضه وهي بتزعق وبتقول انا مش قلت لك تجيب لي الميه من الاول او هاذيها بسببك. جريت على الاوضه بسرعه عشان ادخل باب الاوضه اتقفل في وشي وقعني. هو اتقفل من هنا وصوت البنت بدا يطلع وكانها بتتسلخ جوه. قمت بسرعه خبطت الباب بكتفي ما اتفتحش. بس اول ما خبطته لقيت تحت في حاجه طلعت من عقب الباب. دم. لقيت دم. خبطته تاني لقيت دم بيطلع زياده. بقيت زي المجنون ما حسيتش بنفسي غير وانا بخبطه مره واتنين وتلاته، وكل مره بخبطه بيطلع دم اكتر لحد ما رجلي اتغرقت. بدات اتعصب اكتر، حسيت بعروق جسمي بتبرز وبتسخن وضوافر ايدي بتبقى بارزه. رجعت لورا شويه وجريت بكل قوتي ناحيه الباب، زقيته بايديا الاتنين. لقيت الباب اتفجر فيا بحر دم غرق المكان كله. الباب طار في وشي من قوه الاندفاع من قبل حتى ما المسه. انا طرت لورا وقعت على الارض وانا بغرق في بحر الدم ده كله، بحاول اخد نفسي واخرج منه ما كنتش قادر، لحد ما دخل جوه بقي ووداني ومناخيري وغرقت. اغمى عليا، ما حسيتش بحاجة. قعدت فترة ما اعرفش قد ايه لحد ما فوقت لقيت نفسي مرمي مكاني في الصالة قدام الاوضتين. باب الاوضتين مفتوحين. قلت في دماغي هو انا كل ما ادخل بيتي يتقل مني كده ليه؟ بصيت على جسمي، بصيت على كل حاجة ما لقيتش دم، والمكان كله طبيعي وهدوء غريب. بس أنا كنت حاسس بصداع شديد قوي. من الشباك اللي مفتوح لقيت إن الدنيا بقت ليل، الوقت جرى. بصيت في ساعتي لقيتها حوالي 8. اتحركت بالعافية في البيت ووصلت لحد باب الشقة عشان اطلع، بس افتكرت حاجة مهمة قوي، وهي اني مش في اسكندرية اصلا. لو طلعت من هنا هروح فين؟ فندق اقعد فيه؟ انا كل اللي اعرفهم هنا زمايل شغل، محدش منهم هيوافق اني اقعد معاه عشان مش قريب من حد للدرجة دي. طبعا اللي مكاني هيفكر انه يروح يقعد في اي فندق، بس اللي يعرفني كويس ويعرف دماغي هيعرف اني اختار الاختيار الاصعب، وهو اني افضل موجود في الشقة دي. خدت نفس طويل ونزلت عشان اجيب اكل، لان سهرتي شكلها هتطول قوي. لما شميت شوية هوا وحركت جسمي حسيت اني فكيت وقدرت افوق عن اللي كنت فيه. رجعت للبيت، بس وانا طالع اخدت بالي من حاجة. الدور اللي فيه الشقة هادي جدا، بالرغم ان فيه شقتين موجودين غير اللي انا فيها، يعني فيه 3 شقق في الدور، والشقتين اللي موجودين مش طالع منهم نفس. هدوء من جوة، هدوء بدرجة مريبة. لا في ناس بتتكلم ولا أطفال بتجري ولا الدوشة المعتادة اللي المفروض بتتسمع من أي بيت. قربت من شقة منهم، حطيت ودني على الباب العادي للي ما يعرفنيش، إن المفروض معايا كيان بيساعدني شوية، مش بيخليني خارق، بس حواسي وقوتي احسن من الشخص العادي بمعدل معين. فالمفروض اني لما اقرب ودني من مكان او احاول احس بوجود حد سواء بشر او غير بشر اقدر احس.
لكن المرة دي أنا محسيتش بأي حاجة، محسيتش بوجود أي حد، لا بشر ولا غيره، ولا صوت باين ولا أي حاجة من جوه. لزيادة التأكيد رنيت الجرس، مفيش. رنيت تاني برضو مفيش. رحت للشقة التانية وعملت نفس السيناريو برضو وما لقيتش حاجة ولا حد. استغربت شوية من الدور اللي مفيهوش حد ده. رجعت لشقة مالك، فتحتها وحطيت الحاجة اللي جبتها وطلعت للدور اللي فوق أشوف يمكن أعرف أوصل لأي حاجة. بس هتصدقني لو قلتلك إن حتى الدور اللي فوق كله ما كانش فيه حد، أو مش بالظبط، هو كان فيه حاجة واحدة بس هي اللي كانت واقفة مستنياني. كلب كبير مربوط بحبل في باب حديد قدام شقة من الشقق الموجودة. الكلب أول ما شافني ما عملش حاجة غير إنه فضل يهوهو عليا وهو واقف وبيحاول يجري عليا، بس مش عارف بسبب ربطته اللي في رقبته. أنا طبعا فضلت متنحله شوية مستغرب إزاي كلب بالشراسة دي مربوط هنا. ما حسيتش بوجود حد في الدور كله، حتى الكلب ده ما حسيتش بيه، ما حسيتش انه موجود وانا طالع على السلم غير لما شفته وشافني وبدا يطلع صوت. طب ازاي؟ ازاي في كلب مربوط في باب حديد لشقه فاضيه اصلا؟ مين هيسيب شقته ويربط كلب في بابها؟ وجود الكلب ده حطلي علامات استفهام في دماغي اكتر من اللي كانت موجوده بالفعل. دخلت الشقة تاني وقفلت وراها. شقة مالك ما كانش فيها غير لمبة واحدة بس منورة، وهي لمبة موجودة عند باب الشقة. نورها مش جايب لجوه الشقة قوي، بس كان مبين شوية من الصالة. دبدوب دبدوب بني فاروق مرمي على الأرض، مش باين كله بس باين وشه وحتة من بطنه ودراعه. بلعت ريقي وانا قلقان شويه من كرش. قربت بالراحه وانا بتحرك ولسه هطلع للصاله، سمعت حد جرى بسرعه ناحيه الاوضه والباب اتقفل بسرعه. بصيت قدامي مكنتش شايف اي حاجه بسبب ظلمه المكان. رجعت بصيت على الارض لقيت الدبدوب ده. مديت ايدي عشان امسكه، سمعت نفس الصوت بس جاي عليا من ورايا. بصيت بسرعة ورايا، النور قطع. فضلت ثابت مكاني زي المشلول، مش عارف احس بحاجة. كل اللي حاسس بيه ومن فترة طويلة قوي، خايف، خايف شوية، قلقان من اللي بيحصل. حطيت ايدي جوه جيبي عشان اطلع موبايلي انور منه. اول ما طلعته من جيبي لقيت حاجة ضربت ايدي وقعته على الارض. لفيت وجريت ناحية باب الشقة اللي كان اخر الطرقة الصغيرة دي، وقبل وصولي للباب اتشديت من رجلي وقعت على الارض. جسمي اتنفض من الخوف زيادة وقمت نطيت بسرعة من مكاني، وأول حاجة عملتها لما وقفت من خوفي قلت بصوت عالي: أنت مين وعايز إيه؟ صمت للحظات يتبعه صوت عياط لطفل في آخر الشقة. جسمي أشعر من الصوت اللي سمعته. بدأت أتحرك ببطء ناحية الصوت وأنا سامع صوت دقات قلبي. قربت أكتر، لقيته طالع من ناحية الأوضة اللي خرجت منها الست دي الصبح وكلمتني.
رجلي خبطت في حاجة على الأرض. لما وطيت أشوفها لقيت الموبايل، بس لما حسست عليه بإيدي لقيت إنه مكسور، مكسور عشان أتمنع من إني أستخدمه. كل ده أنا ماشي خطوة خطوة بالعافية، وعمال أحسس بإيدي على الحيطان وكل حتة بمشي فيها عشان أعرف أنا فين في الشقة. صوت العياط سكت وهدوء عام المكان كله، وأول فكرة جت على دماغي وقتها إني أطلع أبص من الشباك. الشباك اللي اتقفل لوحده بعد ما فقت من حالة الإغماء عشان أحاول أخلي أي حد يطلع لي يلحقني من المصيبة اللي أنا فيها دي. لسه بحرك رجلي بس نزلتها في ساعتها بسبب إن في نفس حركة رجلي كانت حرك حاجة واقفة ورايا، أو بمعنى أصح كان لازق فيا حد من ورايا. قبل ما ابلع ريقي مش قلتلك تجيب لي كوبايه الميه؟ ينفع كده زي طبعا مش محتاج اقولك اني من رعب جريت على اوضه مالك وهبت الباب على نفسي وانا باخد نفسي بصعوبه. الصوت من بره بدا يقرب من الاوضه، ومن ورا الباب سمعت انت فاكر كده انك هربت مني؟ طلع وقتها صوت عياط الطفلة ده من جديد، وزي ما يكون النجدة في الموقف اللي انا فيه ده، عشان الست ولا الكائن ده سابني وسمعتها بتتحرك ناحية الأوضة التانية وهي بتزعق وبتقول انا مش قلتلك اسكوتشي ولا لازم اجيبهولك عشان تعرف تسكوتشي وتنامي؟ وصوت الباب بيتهبد بعدها ويختفي صوت الطفلة تدريجيا مع صوت الشيطانة اللي اتكلمت بره دي. انا مش فاهم مالي والمكان ده ايه اللي حصل فيه بالظبط، بس كل اللي اعرفه اني لازم اتمالك اعصابي واهدى عشان اعرف اخرج من الموقف اللي انا فيه ده، مش هخلي شوية عفاريت يرعبوني يعني. تربست الباب بالمفتاح وحطيت المفتاح في جيبي وبدأت أحسس بإيدي في الأوضة على أي كشاف أو موبايل أو أي حاجة تنور لي المكان. من أول مرة من فترة طويلة الحظ يبتسم لي، لقيت كاميرا حجمها كان صغير في إيدي، فضلت أدوس على كل حاجة فيها لحد ما لقيتها نورت الحمد لله. بس الحظ رجع يعاقبني تاني لما لقيت ان فاضل فيها 11% بس من الشحن، ما كانتش بتفتح فلاش بسبب الشحن ده، بس لقيت انها قادرة تشغل الاضاءة الليلية وده كان كفاية قوي، كان ده كفاية بالنسبة لي لحد ما الحق اخرج من الشقة دي. فتحت فيديو وتحركت بسرعة شديدة ناحية باب الاوضة وانا باصص في الكاميرا بس، ولسه بجري ناحية الطرقة الصغيرة اللي اخرها باب الشقة طلعت حاجة رزعتني في كتفي كانت هتوقعني، لولا من حظي لفيت جسمي واتهبدت في الحيطة بدل ما اقع. كملت جري ناحية الباب وطلعت المفتاح حطيته بسرعة في الباب وفتحت الباب وخرجت. مشيت الليلة بالشكل اللي كانت المفروض تمشي عليه من البداية اصلا، وهو اني رحت الفندق صغير كان قريب من بيت مالك، كملت فيه الليلة لحد ما النهار طلع. وتاني يوم الصبح كنت مقرر اني هعمل حاجة متخلفة جدا، بس الفكرة انا ما عنديش غيرها، وهي اني اروح لمكان سكن البنت اللي اسمها روان دي. ولو مش عارف هي حاجة متخلفة ليه فكر معايا دلوقتي. حكاية مالك حصلت من 18 سنة ومالك مخه لسه معلق
او متعلق بالحادثة اللي حصلت دي كأنها لسه حصل امبارح. وعلى حسب رواية الدكتور محمد ان لما مالك راح المستشفى من 18 سنة وبدأ يتعالج، انه راح سأل على روان دي وعرف ان كان في واحدة بالاسم ده فعلا، ومشيت هي وابوها من 3 سنين من وقت ما مالك راح المصحة. يعني تقريبا كده انا رايح اسأل على واحدة كانت عايشة في بيت من 21 سنة. عرفت بقى ليه بقولك دي فكرة متخلفة؟ طلعت على العنوان اللي معايا ورحت الحي، طبيعي جدا، في ناس عادية والدنيا هادية، مفيش اي حاجة مريبة. بيت من دورين اتنين بس، وباين على البيت كبر السن، بس البيوت القديمة دايما بتثبت لنا ان طالما الاساس مبني بضمير يبقى عمر ما في قوة على الارض هتقدر تحركها. لفيت حوالين البيت ولاحظت ان الشبابيك مفتوحة، في غسيل متنشر وصوت ناس جوه، واضح ان في عيلة كبيرة ساكنة فيه، مش مجرد ام واب وعيالهم بس. مين اللي كان مركز معايا وانا عمال الف واجي يمين وشمال حوالين البيت كده؟ رجالة كبار قاعدين على قهوة قدام البيت بيشيشوا، وشكلهم كان لسه قاعدين حالا. الفكرة انهم معتقدين انهم مركزين معايا، وانا العبيط بقى اللي مش فاهم حاجة، بس انا كنت قاصد الف قدامهم كتير شوية وحاول الفت انتباههم، لحد ما وقفت شوية لما اتأكدت انهم خلاص مركزين معايا كلهم، وزي الساذج رحت وقعدت على نفس القهوة دي عشان ابدأ العب بيهم براحتي. رحت قعدت وانا عمال ابص على البيت، طلبت شاي، وانا تقريبا برضو ما نزلت شاييني من على البيت، لحد ما الرجالة دي لقيتهم بيتوشوشوا شوية، وبعدها لمحت بجنب عيني القهوجي وهو بيمشي، وواحد منهم بيشاور له عشان يكلمه في ودنه. يعني كام دقيقة ولقيت القهوجي كان جايب لي بالشاي، وهو بيقرب مني وبيقول لي بالراحة: هو حضرتك عايز حاجة من البيت؟ قلت له اه، تعرف تفيدني؟ قال لي انا معرفش، بس الرجاله الكبيره دي كلها هنا تعرف. قلت له انا لو كلمت حد فيهم هيفيدني ولا؟ قال لي الناس دي كلها عارفين كل حاجه في المنطقه، وعارفين كل حد فيها، وكل حاجه بتحصل بالظبط، مفيش حاجه بتستخبى عنه. قلت له حتى لو حاجة عدى عليها 21 سنة؟ فضل باصص لي شوية وسكت، بعدها قال لي: تأمر بأي حاجة؟ قلت له لا تسلم. لمحت وراح لواحد منهم بعد ما خلص كلام معايا، وبعدها دخل جوه، بما ان كل ده كان بره على الرصيف اللي القهوة واخداه. المنطقة كانت شعبية شويتين، كل الناس اللي فيها يعرفوا بعض، فكان وجودي عامل لهم قلق شوية، حتى لو انا مجرد واحد قاعد ساكت ما بيتكلمش او مش بيقول حاجة، عشان كده انا كنت عارف انهم عايزين يخلصوا مني باي شكل، حتى لو هتوصل انهم يطردوني، بس هو الحوار ما كبرش للدرجة دي يعني، واستخدموا الطريقة السهلة. بعد 10 دقايق كرسي بيتشد جنبي، واحد من الرجال الكبار قعد جنبي على الكرسي وقال لي: الولد ابراهيم قال لي انك عايز تعرف حاجه عن المنطقه. قلت له: ابراهيم؟ ابراهيم مين؟ قال لي: الواد القهوجي. قلت له: اه ابراهيم، يعني مش حاجه كبيره قوي يا حاج، كتر خيرك. قال لي: عايز تعرف ايه بس قول لي وانا هفيدك. بصيت له بصه اني مش فارق معايا، بس مش هكسفك يعني، فقلت له: عادي يا حاج، عادي، حاجة بسيطة كده، عايز اعرف مكان واحدة كانت ساكنة البيت ده هي وابوها مش اكتر يعني. قال لي: مين؟ قلت له: مش عارف يا حاج والله، تقريبا اسمها روان يعني.
بس الكلام ده كان من زمان، يعني من حوالي قال لي 21 سنة. قلت له بالظبط يا حاج. تعرف حاجة عنها هي وابوها ولا ايه؟ قال لي حاجة. انت عايز تعرف عنها ايه وليه اصلا؟ قلت له علشان الموضوع مسألة حياة او موت. قال لي ازاي يعني؟ قلت له انا مش هقدر اقولك ازاي غير لما اعرف الاول مين البنت دي. على كلامنا قرب باقي الرجالة اللي كانوا قاعدين بكراسيهم وحوطوني كأنهم مش عايزين الكلام اللي بيتقال يسمعوا الناس اللي حوالينا في الشارع او المحلات، وكل واحد فيهم زي ما تقول ما بقاش عارف يتكلم ولا لأ، خوفا مني او كأني ممكن أأذيهم باللي هيقولوه مثلا. فضلوا ساكتين وبيبصولي لحد ما قلت لهم رجالة، هو انتوا مش هتخسروا حاجة لو حكيتولي؟ يعني بالعكس، انتوا هتنقذوا حياة شخص ممكن يموت في اي لحظة. قالوا لي طب مين الشخص ده وانت اصلا مين؟ قلت لهم انا دكتور، وده البطاقة اهو والكارنيه بتاعي وكل حاجة خاصة بيا والكارت كمان، عيادتي تقدروا تنوروني في اسكندرية في اي وقت. قالوا لي طب وايه علاقة ده بالبيت وبالبنت؟ قلت لهم انا في واحد بعالجه نفسيا كان المفروض هيتجوز البنت اللي كانت عايشة في البيت ده. سكتوا شوية وفضلوا بصين لي، وواحد منهم قال بنبرة هادية مين؟ قلت له واحد ولد اسمه مالك، بس هو دلوقتي حوالي 40 سنة فما بقاش ولد يعني. كل الرجالة بدون اي ردود فعل سابوا الشاش اللي كانوا ماسكينها، مسكوني من دراعي وقوموني دخلوا بيا القهوة وهم بيجروني زي الخروف مثلا، ودخلوني القهوة جوه وطلبوا من القهوجي يقفل الدنيا. قال لهم طب اجيب الشاش من بره، طب الرجالة ده اكل عيشي. الرجالة في لحظة صمت، بصوله، بصوا لبعض، بصولي، وفاقوا من حالة الهلع اللي كانوا فيها وقعدوني على كرسي جوه القهوة، وكل واحد فيهم خرج بعدها اخد شيشته كأنه نسى حد من عياله مثلا، كل واحد اخدها في حضنه ورجع القهوة تاني جوه وقفلوا القهوة. انا وقتها كنت بتشاهد على روحي، انا قلت الناس دي هتخلص عليا خلاص. عملوا نفس الدايرة اللي كانوا عاملينها برا عليا وقالوا لي كده هنعرف نتكلم احسن. قلت لهم تمام، لا لو كده بقى واذا كان الحوار هيمشي بالشكل ده ولا ابراهيم انزل لي بحجرين هنا بقى عشان افول الرجالة. رجع الحوار يكمل تاني وانا بقول لهم مالك، اسمه مالك. الرجالة برقت وقالوا لي يا نهار اسود مالك؟ قلت لهم اه مالك، انتوا تعرفوه؟ قالوا لي ايه اللي نعرفه؟ ده كان هو السبب ان البيت ده يولع اصلا. قلت لهم طب ممكن اعرف كل حاجة بالظبط بالراحة؟ مين مالك ده ومين روان وابوها اللي كانوا عايشين في المنطقة هنا؟ بدأ واحد من الرجالة يتكلم ويقول لي كنا صغيرين وقتها، الكلام ده عدى عليه اكتر من 20 سنة. كل يوم انا والعيال وقتها كنا بنخلص شغلنا اللي كان باليومية وكنا بنتجمع على الظهر هنا، كنا بنقعد هنا كل يوم. القهوة دي زي ما تقول بيتنا، عرفنا بعض وبقينا اصحاب واكلنا عيش وملح، كل حاجة حصلت عليها في كل الاوقات دايما عليها. بنصحى من النجمة نروح اشغلنا، وقتها الشغل كان بيبقى بدري ولازم من الساعة 6 الصبح يكون كله رايح لشغله. اللي كان صبي نقاش، واللي كان صبي ميكانيكي، واللي كان مكوجي في دكان ابوه،
وكان الشغل وكلنا اكتر من اي حاجة تانية، عشان احساس انك تجيب القرش بعرقك كان بيبقى ليه طعم مفيش حاجة تقدر تعوضه في الدنيا. كلنا كنا بنساعد نفسنا واهالينا في العادي، وعدت السنين من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا خلصنا دراسة وبرضو ما طلعناش من المنطقة. كبرنا واحنا لسه بنشتغل فيها، واللي كان صبي بقى قسطة، واللي اتجوز مننا برضو فضل قاعد في المنطقة ومهما الوقت طال او الدنيا لهتنا كنا بنلف نلف ونرجع للقهوة دي تاني. لحد ما في يوم اللاستة محمود اللي قاعد هناك ده واللاستة عماد اللي قاعد جنبي شاور على الاتنين دول وهو بيتكلم، قال لي وقتها ما كانوش لسه اتجوزوا وبقى زي ما انت شايفهم، كنا كلنا اصغر من دلوقتي بكتير وكنا لسه لسعة الطيش واخدانا. المهم لقيت لك الاتنين قافلين دكاكينهم بدري على غير العادة، وكنت بشوف دكاكينهم وانا جاي على القهوة في السكة بما اننا كنا كلنا على طريق واحد. المهم اروح القهوة الاقي الاتنين قاعدين برا مبحلقين بطريقة كأنهم شافوا اللي ما يتشافش، اتنين شحاط فاضل لهم شوية وهيريلوا على البيت اللي قصاد القهوة، لدرجة اني رحت قعدت وطلبت قهوة وشيشة وهم لسه مش واخدين بالهم اني قاعد اصلا. بقيت ابص لهم وبص على البيت البيت مقفول ومفيهوش اي حاجة تخليهم بالشكل ده، وعمال افكر بقى هما بدأوا يتعاطوا ايه العيال دي، احنا الحمد لله ملناش في الحاجات دي كلها، خيرنا سجاير شيشة حشيش زمان وبطلناه يعني، وما كناش شربت حشيش برضو يعني مش هنشرب في عز النهار والناس كلها في الشارع رايحين جايين في اشغالنا كمان، فاكيد يعني الاتنين دول مش متكيفين وجايين يقعدوا هنا. المهم الاتنين مفقوش غير وانا برش مية عليهم ولسه هيشتموا بقى وهيسبوا، لكن جمعوا ان انا اللي قاعد بقالي فترة جنبهم اساسا ولا هم هنا فاتكتموا. قالوا لي ايه عطا ده بس، ده هزار يا ابني. قلت لهم وانتوا سايبين اكل عيشكوا من بدري ومش دايانين بالدنيا بسبب ايه بقى مصطول من اكله؟ وقتها حكولي على البداية، بداية كل حاجة. اسمعها انت منهم احسن بقى. اتكلم واحد منهم اللي كان اسمه اللوست عماد وقال لي منطقتنا دي ما بيدخلهاش غريب الا نادر قوي، وحتى لما يدخلها ما بيكونش غريب قوي، بيكون قريب حد او جاي من طرف حد من المنطقة فما بيكونش غريب يعني. بس الصبح بدري كنت جيت القهوة اشرب فنجان اللي بيصحصحني مع حجرين قبل ما افتح الدكان زي كل يوم. المهم مين جاب الصدفة؟ واد محمود كان معدي فشافني جاء قعد يشرب قهوته برضو معايا، وقلنا هنطلع بعدها ايه نشوف اكل عيشنا. ما يعديش ربع ساعة يا ابن الحلال ونلاقي لك واحدة وابوها داخلين الشارع. لقيته رفعلي لي الشيشة في وشي وقال لي وحياة النعمة دي لحد النهاردة مشوفت احلى منها. البت دخلت الشارع من هنا وحسيت ان الدنيا فتحت في وشي ابوابها، حسيت براحة ولا كأني شربت 30 حجر دفعة واحدة. آية في الجمال، ملاك في شكل بني ادمة، وزي ما يكون يوم حظي ان البت فضلت ماشية لحد ما وصلت قدام القهوة بالضبط عشان طلعوا هيسكنوا في البيت اللي قدامها ده. بالرغم من كل حاجة حصلت وقتها وان عدى عليه سنين وانا دلوقتي متجوز ومخلف، بس كلام بيني وبينك والرجالة اللي قاعدة دي عارفة
هو ان مراتي نفسها مش بشوفها بجمال البت اللي كانت ساكنة وقتها دي. كمل محمود الكلام وقال: روان، اللي عرفناه بعد كام يوم من الجيران ومن اهل المنطقة ان البت وابوها مقطوعين من شجرة، ملهمش اهل ولا ناس ولا حد جوه المنطقة ولا حتى براها. الراجل ملوش شغلانة، مش بنشوفه بيطلع يشتغل او بيروح في حتة، على طول قاعد مع بنته في البيت، لدرجة ان احنا افتكرنا انها مراته وانه متجوز عيلة صغيرة زي ما ناس كتير بيعملوا كده. روان برضو ما كانتش بنت صغيرة، لا هي كانت 18 19 20 سنة كده مثلا، ما كانتش صغيرة يعني، بس برضو بالرغم من كده عمرنا ما شفناها طلعت لكلية ولا درس ولا اي حاجة. بنشوفها هي وابوها بيطلعوا يجيبوا اكل وحاجات البيت بس، ونادرا ما كان ابوها بيجي يشرب فنجان قهوة سادة ويمشي البيت تاني. وقت اعاده بيكون وقت شربه للفنجان مش بيطول عن كده. اسبوعين في التالت والدنيا بدأت تبقى اهدى، وبقينا متعودين على بنت الجيران الحلوة اللي يبقى امه دعاله لو بصيت له بصة واحدة بس. انا وعماد مسكتناش الحماسة، زي ما تقول كده كانت واخدانا، وزي ما تقول اخدناها رهان. كنا فاكرين اننا بس اللي واخدينه، لكن طلع شباب المنطقة كلها واخدينه مع بعض تقريبا. وهو انك لو عايز تقرب من البيت، ردت عليه انا كعمر وقلت له اقرب من ابوها. قال لي الله يفتح عليك، فما كانش قدامنا غير ابوها اللي عرفنا بعد كده ان اسمه محمد. الراجل زي ما تقول بدأ يندمج معانا اكتر، وبدأ يجي القهوة اكتر لما بدأنا نحسسه انه واحد مننا وان ياريت يتعامل معانا اكتر. وواحدة واحدة كلنا بدأنا نعرض عليه انه يشتغل معانا. كل واحد كان بيقوله تعالى معايا اشتغل، على امل ان هم يكسبوا عنده نقطة ويقربوا منه اكتر، وبالتالي هيقربوا للملاك اللي قاعد معاه في البيت. الراجل زي ما تقول كده ما صدق انه لقى شغلانة، وانا كنت سعيد الحظ اللي جه اشتغل معايا. وبما ان ما كنتش كده كده متجوز او فاتح بيت، فما كانش يخسر حاجة اني اشاركه اللي بكسبه، وكده كده ده هيساعدني اني اقرب له اكتر. بس تعرف بقى حصل ايه بعدها؟ شغلي كله بالكامل وقف. كل يوم كانت بتظهر مشاكل في الشغل أسوأ من اللي قبلها، ومحدش بقى يقرب للدكان، وبقيت أقعد بالأيام مع الراجل اللي المفروض عايز أقرب لبنته ده بصين في وش بعض واحنا ساكتين. وبقى الوضع ما يسمحش اني أفتحه أو أكلمه أصلا في حاجة، وحتى لما كنت بحاول اني أتكلم أو أفتح موضوعها كان بيعمل نفسه مش مركز أو مهتم أو فاهم. الفكرة بقى ان الراجل ده ايه، ما كانش بيشتكي برضو او بيعترض او بيقول فين الشغل او فين او فين، بالعكس كان هادي وساكت جدا، وكل شوية يروح يطمن على بنته ويرجع الدكان بما انهم كانوا قريبين من بعض. فضل الحال بالشكل ده لحد ما عماد مع الوقت سحب الراجل عنده واقنعه انه يروح يشتغل معاه، بما ان الشغل كده كده عندي واقف وان قعدته معايا مش هتخليه يكسب حاجة. الراجل كلمني وطلب انه يمشي بالذوق، وما قدرتش اقول له لا. كمل محمود وهو بيضحك وبيقول لي: بس زي ما تقول كده عماد ما كانش له في الطب نصيب. وبص لعماد وهو بيضحك وبيقول له: فاكر يا عمدة؟ فاكر يا ياض؟ قول لهم ايه اللي حصل معاك. قلت لهم انا كعمر، في ايه يا جماعه، هو حصل ايه بالظبط؟
عماد ده لقيته رد عليا وقال لي محصلش. هو الراجل جالي من هنا وشغلي كله وقف من اوله لاخره، زي ما تقول بقت شفاف، وحتى الشويه اللي كانوا معايا في الورشه سابوني ومشيوا، كله طفش وطار وسابني وباسباب غريبه. اللي يتعب وما يقدرش يجي تاني، واللي يطلع حرامي ويسرق فلوسه وما يرجعش، واللي يسيبني ويروح لورشه تانيه عشان اللسطه بتاعها بيدي فلوس اكتر، وحتى الزباين اللي كانوا بيجولي قطعوا التعامل معايا ولا كاني يهودي مثلا. وبقيت انا والراجل ده قاعدين وشنا في وش بعض فتره ما كانتش قليله كمان من الوقت، ونفس اللي حصل مع محمود بالظبط حصل معايا. الراجل كل ما حاول اكلمه عن بنته او اجيله يمين او شمال بلاقيه زي ذكر البط، لا بيديني اي حاجه ولا حتى بيحاول يفهم قصدي، او زي ما محمود قال كده بيحاول يعمل نفسه مش فاهم. عدى وقت والدنيا زي ما هي، وكل يوم بخسر ومفيش شغل، وانا عمر ما كان شغلي بالشكل ده. الاغرب بقى من كل ده، انا من ساعة ما الراجل ده جالي ومحمود رجع شغله تاني ودكانه دب فيه الروح مرة تانية، بعد ما كان خلاص كان هيقفله، كأن الدكان كان مختفي وظهر للناس بعد ما الراجل ده مشى. وبرضه كانت مسألة وقت لحد ما واحد من المنطقة سحب الراجل مني والراجل راح له، ومن بعدها كل اللي سابوني رجعوا زي الجزم، واللي كان سارق فلوس رجعها، واللي كان تعبان خف، واللي راح لحد تاني رجع لي، وكانوا بيبوسوا رجلي عشان ارجعهم الشغل تاني، ده غير زبايني اللي رجعوا وجابولي زباين جداد من طرفهم كمان. وورشتي رجعت تشتغل من تاني زي دكان محمود. بس خلال الوقت ده كله اللي عرفناه ان المكان اللي رحله عم محمد صابته اللعنة، ونفس السيناريو بيتكرر، الراجل يطلع من مكان قعدته فيه جابت له النحس لمكان تاني يضربه النحس برضه، لحد ما الراجل اتطرد من كل الاشغال اللي في المنطقة، والناس جمعت متأخر ان الراجل ده كان سبب في ان تجارتهم وشغلهم يقفوا لما كان بيبقى معاهم. وطبعا سمعت ان الراجل ده منحوس او في حاجة ما اخدتش وقت عشان تطلع عليه تثبت، بس كل ده كنا بننساه ولا كأنه حصل لما كنا بنشوف روان لما كانت بتفتح شباك او بتطلع تجيب حاجة من الشارع. زي ما تقول كده كل ده هدى وانتهى لما في يوم لقينا ولد من سنها واقف قدام باب بيتهم بيخبط، ابوها بيفتح وبيدخله، ولد لا نعرف مين ده ولا منين ولا اي حاجة. شكله كان ابن ناس قوي في نفسه، وكلنا اول ما شفناه قلنا انه خطيبها او جوزها مثلا، وظننا خاب وقتها من شكله مقارنة بينا. احنا رجالة بنتعب وبنشقى كل يوم، بس مهما كانت ظروفنا على قدنا برضو، اما ده كان شكله يقدر يشترينا كلنا بشغلنا بهدومنا حتى، خصوصا كمان انه بدأ يجي اكتر من مرة واكتر من وقت، كان ممكن يجي مرتين ثلاثة في اليوم مثلا. لحد ما اسماعيل اللي قاعد ده حب يعرف في ايه، وعشان لو في مشكلة او حاجة يصلحها. هو اسماعيل يحكي لك بقى. بصيت لاسماعيل وفعلا ده كان واحد من اللي قاعدين معانا، بدأ يحكي وقال لي صلي على النبي. قلت له عليها افضل الصلاة والسلام. قال لي ببساطة وقت الحكاية دي انا كنت خاطب لسه، وكنت بحب خطيبتي دي جدا، كنت بموت فيها، اللي هي دلوقتي ام احمد وعلي. انا معاهم ان البنت دي كانت احلى واحدة في المنطقة كلها، يمكن في البلد كلها كمان وقتها، بس انا كنت قلت كلمة لخطيبتي وعمي وقتها اللي هو ابوها وافق ان يخطبها بالعافية،
ده غير ان حبي ليها ما تغيرش حتى بعد ما شفت روان اللي المنطقة كلها اتهبلت بيها دي. المهم دخول واحد غريب منطقتنا كل يوم في اوقات مختلفة ويروح لناس ما بقى لهمش شهرين تلاتة في المنطقة كل شوية كانت حاجة مش عاجبة حد فينا، واللي كان خايف ان الناس دي يكون وراهم مصيبة ويدبسوها فينا كمان. وقتها استنيت يوم لحد ما الواد ده دخل المنطقة، قرب وقرب اكتر من بيتها ولسه هيخبط لقاني ماسك دراعه وبقوله تعال عايزك. كنت فاكره بقى هيعيط ويخاف ويقولي عايز ماما زي العيال التوتو بتوع اليومين دول، بس لقيت رد فعله هادي جدا وبارد. قال لي بكل هدوء أمر. قلت له هو ايه الحكاية؟ بتيجي للناس دي كل شوية ليه؟ في حاجة بينك وبينهم؟ قال لي اه طبعا. قلت له خير؟ قال لي انا خطيب البنت اللي ساكنة هنا، في حاجة؟ قلت له ازاي خطيبها؟ انا مش شايف اي دبلة او اي حاجة. لقيته طلع من جيبه دبلة فعلا وقال لي دي ضيقة على صبعي مش اكتر. ايه المشكلة برضو؟ قلت له ربنا ما يجيب مشاكل، بس لازم يكون في اصول لما تدخل منطقة غريبة وبالذات خطيبتك فيها كمان، وبعدين احنا الاتنين خاطبين زي بعضينا يعني، انا كمان خاطب بس لسه هجيب الدبلة قريب. قال لي ربنا يتمم لكم خير. بعد اذنك بقى ممكن؟ قلت له اكيد اكيد اتفضل طبعا. مشيت والولد خبط على الباب، الباب فتح، الولد دخل وما قفلت باب البيت شبابيك وبيبان المنطقه كلها اتهبدت. البيوت، المحلات، الورش، حتى بيت روان وابوها نفسهم. انا كنت لسه ما عدتش الشارع وقت ما حصل كل ده، كنت واقف في نص الشارع، المنطقة كلها سكتت، الناس سكتوا اتخرصوا. حس اسماعيل وقتها اني مش مصدقه او مش مقتنع لحد ما قال لي واسأل الرجالة دي كلها، لو كلنا كدابين على الأقل هيكون في واحد بس صادق. قلت له مصدقك مصدقك، بس هو الموقف صعب شوية. قال لي انت بتقول صعب والموقف متحكي لك، بالك لو انت كنت موجود وقتها كنت عملت ايه؟ خمس شوارع ورا بعض تتقفل كل شبابيك وأبواب بيوتها ومحلاتها وكل أنواع الأبواب، صوت الهبد خلى خمس شوارع تسكت تماما. انا كنت واقف في الشارع سامع صوت الناس بتتكلم، بس صوت الناس اللي في المنطقة اللي جنبنا. من هدوء وخوف الناس محدش فتح بقه ولا حد قدر يستوعب هو ايه اللي بيحصل بالظبط. ستات، رجالة، حتى العيال الصغيرة اللي بدأت تعيط، الكل كان ساكت وهادي. الكل لقيته باصص في ناحية واحدة بس، ورايا. جسمي المتخشب واقف في نص الشارع، مكانش سهل عليا اني احركه عشان ابص ورايا حتى. جسمي كله بعيد عنك جاب في عرق وبقيت حاسس اني هقع من طولي من المشهد. صوت الهبدة لوحده يشيب الشعر، بالذات في الموقف اللي لسه حاصل دلوقتي ده. مفيش اي صدفة من الصدف ممكن تعمل حاجة زي دي. العلم كمان ان حاجة زي دي بتحصل الساعة 2 الظهر، يعني عز الحركة وعز الناس.
انا كل اللي عملته هو اني بصيت ورايا. صوت قلبي كنت سامعه من الهدوء. البيت كل حاجة فيه مقفولة زي باقي المنطقة، بس اللي خلى الناس كلها تبص بالرعب ده هو انهم عارفين. قلت له عارفين ايه؟ قال لي عارفين ان اللي ساكنين في البيت ده وراهم مصيبة، ومش اي مصيبة، دي مصيبة كبيرة كمان. من بعد الحادثة في المنطقة دي، المنطقة حالها اتشقلب، بقتش زي الأول، أو زي ما تقول كده الجد بدأ. الهدوء كان في المكان كله من الناس، كانوا زي اللي مستنيين مصيبة تحصل. بعد اليوم ده بكام يوم تاني بدأت الغربان، الصوت هيكون موجود باستمرار في المنطقة كلها. صوتها كنا بنسمعه كل يوم من أول ما النهار يطلع لحد ما الليل يليل. ما كانتش بشكل مزعج، بس كان متواصل واضح جدا قدامنا. كل ده مغيرش وجود روان وابوها أو الولد اللي بيجي لهم كل يوم، بالرغم إن الناس تصرفاتهم اتغيرت لقلق وحرص أكتر في كل حاجة بيعملوها، إلا إن كان في لسه مننا شباب حاطين روان دي في دماغهم ومصممين إنهم ياخدوها أو يقربوا منها حتى لو بالعافية. أكتر مشهد كان بيستفزهم وقتها هو شكل الولد الهادي اللي داخل خارج براحته بدون أي مقدمات. كان بيحسسهم بقد إيه هما مش قدوا، وإنهم عاجزين بالرغم من إنهم بيطلع عينهم صبح وليل. عماد ومحمود هديوا بعد اللي حصل، عشان زي ما تقول قالوا نحافظ على شغلنا احسن ونمشي جنب الحيط، واللي خلقها خلق غيرها. بس صوابعك العشرة مش زي بعض. المهم الموضوع قلب ان واحد من المنطقة شاف الواد ده وهو بيقرب من بيتها ومقدرش يمسك نفسه. احنا هنا على قد حالنا شويتين وملناش في التهديد والبلطجة، بس زي ما تقول الواحد اللي من المنطقة ده دمه فار وجري على الولد اللي رايح لبيت روان ومسكه من هدومه وهو نازل فيه تهديد وتحذير انه ما يعتبش المنطقة دي تاني، ولو دخلها هيأذيه وهيعمل وهيعمل فيه، ويصرف نظر عن روان دي نهائيا عشان دي بقت بنت المنطقة وهتتجوز واحد من المنطقة ومحدش من بره ليه اي دعوة بيها. في العادي موقف زي ده الناس بتتلم وبتجري عشان تهدي الدنيا، بس زي ما تقول كده الناس عشان كانت متلبشة خلقة وبيحاولوا يبعدوا عن اي حاجة ليها علاقة بالبيت واللي جواه، سابوا اللي راح للولد وكان الكل بيتفرج من بعيد. بعد ما الولد اللي من المنطقة خلص كل اللي عنده من تهديد وزعيق و و و رد فعل التاني كان في قمة الغرابة. كل اللي حصل انه قرب من ودن الولد اللي من المنطقة وهمس له بحاجة، وبعدها فضل مبتسم قدامه بكل هدوء. الولد اللي من المنطقة فجأة طار من مكانه على بيته في حالة هدوء، بدأت تمسك في الناس اللي بيتفرجوا على كل ده عشان ما يعديش دقايق ونسمع صراخ وعياط الشاب اللي من المنطقة. قلت له ليه؟ هو حصل ايه لما روح؟ قال لي الشاب ده امه كانت مريضة وكان اي فلوس بتجيله بيصرف عليها وبيجيب لها دواها. اللي حصل وقتها انه لما رجع البيت لقى امه توفت. قلت له مش فاهم برضه، طب ما دي حاجة طبيعية، يعني انت لسه قايل ان والدته كانت ست تعبانة، ايه علاقة ده باللي اتقال في ودن الولد؟
قال لي مش دي الحاجة المهمة. الحاجة المهمة ان بين بعد ما امه توفت باسبوعين بالظبط، الولد شنق نفسه على شباك بيتهم. قلت له طب ايه علاقة ده باللي الولد همسله بيه في ودنه؟ سكت الراجل شوية ونبرته اتبدلت لنبرة جدية زيادة المرة دي، وقال لي اللي اتقاله في ودنه ان امه بتموت حالا. سكت شوية وقلت له انت عرفتوا حاجة زي دي ازاي؟ انت بتقول ان هي كانت همس في ودن واحد. قال لي ما ده اللي عرفناه بعد كده قدام مش في ساعتها، وهتعرف عرفنا ازاي لما اكمل لك. قلت له اتفضل كمل. وقال لي من بعدها المنطقة بقت متأكدة ان البيت ده سواء اللي فيه او اللي بيجيله حاجة مش مظبوطة. شيوخ المنطقة فكروا انهم يتدخلوا، بس لما كانوا بيشوفوا اللي بيحصل مع الناس واللي في المنطقة عامة زي ما تقول كان بيجيلهم رعب ان يحصل لهم حاجة. وقتها عددنا ما كانش زي دلوقتي، ما كناش نقدر نلم الناس وندخل بقلب على البيت مثلا، وزي ما قلت لك من شوية ان الناس هنا كلهم على قدهم وبيجروا على اكل عيشهم مش اكتر. عدى فترة كمان ولسه كل حاجة كانت زي ما هي، الناس بتتجنب البيت واللي بيطلع منه. حتى لما كان يطلع الراجل او بنته يجيبوا حاجة كانت الناس بتعاملهم بخوف عشان متأذوش. لكن زي كل حاجة بتاخد وقت وبتهدى وبتتنسي، الموقف ده عدى عليه وقت واتنسى ورجع شباب المنطقة من جديد للمحاولة مع روان وابوها. بس المرة دي بقى المحاولة نجحت، وواحد من المنطقة اتجوز روان فعلا. برقت له قلت له بجد؟ قال لي اه بجد. كان ولد زيه زينا بيشقى ويتعب ويحط القرش على القرش، بس كان ربنا مبارك له بزيادة في رزقه، وابوه كمان كان بيساعده انه يحوش وبيزق مع الدنيا. كان محترم طيب، المنطقة كلها تشهد له بخفة دمه وانه خفيف على قلب الناس. كان ابن المنطقة ولا بيزعل ولا بيأثر مع حد، والكبير كان بيحبه ويحترمه قبل الصغير. اسمه نديم. نديم زي ما تقول كان من حب الناس فيه وانهم عارفين انه يستاهل كل خير، كان الناس متفقين ان اجمل واحدة في المنطقة هتكون من نصيبه. كل أم كانت بتحاول تخلي بنتها تقرب منه أو تتعامل معاه بأي شكل، وبما أن نديم والدته متوفية كان ما عندهوش أي إخوات كمان، الرجالة اللي كان عندهم بنات كانوا برضو بيحاولوا يقربوا من أبو نديم عشان يحاولوا يكسبوا الولد لمنتهم. مش بيفكرك بحاجة ده؟ قلت له لأ، بيفكرني باللي كان أهل المنطقة بيعملوه مع روان وأبوها. قال الله يفتح عليك. والكلام بقى اترمى من هنا لهنا لهنا لحد ما وصل لأبو روان عن نديم. ونديم كده كده كان وسطنا، فكان شايف وعارف حكاية روان وكل حاجة حصلت معاها، والولد زيه زي أي شاب زينا مهما كانت أخلاقه أو رزنته، بس إنسان بيحس. وكان زيه زي باقي الولاد حاطط عينه على روان، بس الفرق إنه كان في حاله، بالذات لما تعرف ان روان مخطوبة للولد اللي بيجي كل شوية. اللي حرك كل ده كان واحد اسمه اسلام. الرجولة والطيش اخدوه وراح للولد اللي بيجي لروان وهو رايح ناحية بيتها، ووقفه بحجة انه بيسأل هيتجوزوا امتى عشان كلام الناس يهدى والناس تساعد لو محتاجين حاجة في تجهيزات الفرح. الردود كانت هادية
وبسيطة جدا من الوالد التاني على الأسئلة دي، بس إسلام ما كانش عايز يعرف إجابات قد ما كان عايز يطفش الولد ده ويبعده. وبالرغم من إن الولد رد على إسلام، بس كانت الردود مبهمة، كأنه بيقول له قريب، ربنا يسهل. ولما إسلام لقى إن الحوار ماشي بالشكل ده، دخل في فكرة إن مينفعش الولد يفضل يقرب ويدخل داخل خارج على المنطقة ومحدش يعرفه ولا يعرف حاجة عنه ولا في حاجة تثبت إنهم مخطوبين فعلا، والدبلة مش كفاية كإثبات. الولد كالعادة حاول يهدي إسلام وياخده على قد عقله، بس مين؟ إسلام كان واخدها زي خناق وكان بيشد معاه على قد ما يقدر، لحد ما الكلام انتهى بإن الولد بيقوله إن دي آخر مرة هيجي فيها المنطقة ومش هيقرب تاني. إسلام حس بنوع من أنواع الانتصار، لسه هيمشي ويسيب الولد، بس الولد طلب منه إنه يقرب من ودانه عشان عاوز يقوله حاجة. قرب إسلام، وهمس الولد في ودنه، إسلام سابه كل هدوء، وكده كده كان هيمشي، بس بصة إسلام ليه وقتها كانت بصة مفيش حد من اللي شاف المشهد ده قدر ينساها. كان كأنه بيبص لملك الموت. مشى إسلام ودخل الولد البيت بعد ما خبط كالعادة. ما تعديش نص ساعة ونسمع صوت زعيق خارج من الولد ده، وصوت روان وهي بتصرخ كأنها بتتضرب. باب البيت بيتفتح، الولد بيجر روان من شعرها، وابوها واقف على باب البيت زي الصنم، ما بيتحركش ولا بيدافع عن بنته ولا حتى بالكلام. الولد بيشد روان من شعرها وبيجرها على بره، وهو بيضربها وبيزعق بصوت عالي في الناس وبيقول لهم المنطقة دي كلها حاطة عينها عليكي، وعندهم امل انك تكوني من نصيب حد فيهم. بص على الناس كلها اللي كانوا متثبتين في مكانهم من الخوف وكمل، اللي عايز روان يجي ياخدها، مرمية قدامكم على الارض اهي، اللي شايف نفسه مناسب ليها وعايزها قوي يجي ياخدها مني، وانا هسيبها وامشي ومش هتشوف وشي تاني. ها، محدش عاوز الامورة؟ مش كلكم ميتين عليها؟ قدامكم اهي، تعالوا خدوها. حاجة زي كده عشان كانت جديدة علينا، وعشان كنا عارفين ان في مصيبة كبيرة ورا كل اللي شايفينه ده. السانتا كان هو سيد المكان، ورجالة بشنبات قاعدين بيتفرجوا، محدش منهم اتحرك من مكانه. اذا كان ابوها نفسه ما اتحركش، احنا نتحرك؟ ده اللي كان جوه دماغ الكل، لحد ما وسط الصمت ده خرج واحد. كان اخر واحد في بالنا ممكن يطلع منه موقف زي ده. قلت له نديم، قال لي بالظبط. ناس شافوه على نياته، ناس شافوه غبي انه عمل حركة زي دي. قرب من روان اللي كانت بتعيط ومنهارة على الارض، من الولد اللي كان واقف والنار خارجة من عينه، وقف قدامه بكل ثبات وهدوء، وقال بنبرة هادية، انت لو ما طلعتش من المنطقة كلها دلوقتي انا هقتلك. كل اندهش وقتها، حتى الولد نفسه اندهش من رد فعل نديم وهدوءه،
روان فضلت متنحة لنديم وبصاله كأنه المنقذ أو النجدة اللي جات لها من ربنا. فضل الولد واقف باصص وهو مش مصدق ان منطقة بسيطة واهلها غلابة زي دي يطلع منها واحد يقفله ويهدده بالشكل ده. كمل نديم وقال له تتنح، مش قلتلك تطلع بره دلوقتي؟ لا عايز تطلع على كفنك. بكل هدوء بدلت ملامح الولد التاني ورجعت للملامح الهادية الباردة وقال له طالع اشبع بيها. لف الولد وبدأ يتحرك بعيد عن المنطقة لحد ما نديم وقفه تاني وهو بيقول له ولو شفتك هنا في المنطقة أو المناطق اللي جنبنا في أي وقت في أي ساعة من اليوم هقتلك، واعتبر إنك مش خطيب روان عشان أنا هتجوزها. وقف الولد وهو مدي لنديم وروان ظهره وكان بالمشي بخطوات هادية كأنه ما حصلش أي حاجة. وطى نديم على الأرض بص في عيون روان اللي كانت كلها دموع وحزن، مسك ايدها وقومها وسندها عليه لحد ما وصلها بالراحة لباب بيتها وبص في وش ابوها اللي كانت عينه في الارض وقال له حاول تحافظ عليها لحد ما اجي اخدها منك، باين انها حاجة صعبة عليك بس انا مش هتأخر. نديم وقتها بص بعينه جوه البيت وملامحه اتبدلت شوية كأنه كان مستغرب ان في حاجة غريبة ومش فاهمها. كل ده حصل وروان ما نزلتش عينيها الواسعة اللي الدموع نشفت عليها من على نديم، كانت بصاله كأنه بطل حبيبها اللي كانت بتدور عليه بقالها سنين وسنين. قفل ابوها الباب وتحرك نديم لشغله اللي كان فيه وببطء رجعت الحركة والناس يتصرفوا بشكل عادي، بس اللي ما كانش عادي وقتها هو كلام الناس اللي تحول من قلق وخوف من روان لأبوها لابن المنطقة اللي رفع راسنا وقدر يعمل اللي رجالة كبار ما قدروش يعملوا. وفي خلال أيام كان كل أهل المنطقة كبار وصغيرين عارفين إن روان من نصيب نديم ونديم من نصيبها، ومحدش من الولاد أو أي شاب من المنطقة كان قادر يفتح بقه عشان مش هيكون ليه الحق يقول نص كلمة. ومن أول هنا نبدأ نحكي لك يا دكتور على لسان نديم نفسه. بعد اليوم اللي وقفت فيه قدام الولد اللي المفروض كان خطيب روان في الشارع، بدأت روان تخرج من بيتها، بس المرة دي مكانتش بتخرج عشان تجيب حاجة، لأ ده كان بتجيلي الشغل، تفضل تبص عليا من بعيد لحد ما اخد بالي منها وانادي عليها. كانت بتتكسف انها تقرب او تفتح كلام، لكن صاحب المكان اللي كنت شغال فيه كان بيقولي حبيبتك واقفالك بره، نادي هتيجي بدل ما تفضل واقف في الشارع كده. في الاول كنت انا كمان بتكسف عشان اللي متعود عليه ان البنات بيكلموني وبيتعاملوا معايا على طول من غير كسوف، وكمان كلهم بيكونوا بنات المنطقة فبكون عارفهم، لكن المرة دي انا معرفش مين دي، ده غير شكلها وهي مكسوفة وطريقة كلامها اللي كانت بتسحر من اول نظرة.
بالرغم انها كانت بتجيلي في مكان شغل، الا ان صاحب الشغل نفسه كان بيسيبها تيجي وتدخل وتقعد براحتها بالرغم انه ما ينفعش، بس كان الكل بيعاملني زي البطل والنروان هي مكافئتي. شفنا حب من كل الناس في المنطقة من يومها، لدرجة ان البنات كلهم بقوا يغيروا من روان بسبب معاملة الناس ليها اللي قلبت من خوف وتجنب لحب واهتمام ومساعدة. من اول كام مرة شفنا بعض فيها ما كناش محتاجين نتكلم كتير. روان قالتها لي اول مرة شفتها فيها انها مش هتقضي حياتها مع حد غيري، وانا اكيد مش محتاج اقولك اني وافقت عشان اي حد في مكاني كان مستحيل يرفض او يفكر حتى في الرفض. ايام بسيطة وكنت انا ووالدي في بيتها علشان اطلب ايدها من ابوها. اليوم ده على قد ما كانت الدنيا كلها فرحانة لفرحتي يمكن اكتر، بس كان من اغرب الايام اللي عدت عليا في حياتي. احكي لك ليه. اليوم ده الابتسامة ما كانتش مفرقة وشي، وكنت اخدت اجازة من الشغل من باب اني لازم اجهز نفسي كويس. بتنطط في البيت بجهز هدومي وبشوف بابا لو عايزني اساعده في حاجة او محتاجني في حاجة، وكانت الزغاريت مالية البيت كله من الجيران واهل المنطقة عاملين يباركولي. وتفاصيل اليوم ده ممكن احكيها لك في كتاب مثلا لو سبتلي فرصة من كتر الفرحة اللي كنت فيها انا وبابا وروان. ما شفتهاش اليوم ده بما اني كده كده هروح اطلب ايديها بالليل. اختصارا لغي كتير مش هيفيدك، بس رحت بيتها. خبطت انا وبابا على الباب، الباب فتح، ودخلنا. انا وبابا تنحنا اللي شفناه. اقدر اقولك ان بابا تنح علشان اول مرة يشوف المشهد ده، بس انا بقى تنحت عشان كنت فاكر اني شفت غلط وقتها. بس لا، ما كانش غلط. حيطان البيت كلها مدهونة بالاسود فعلا. ابو روان بيستقبلنا بشبه ابتسامة كأنه ما كانش مجهز هيقول لنا ايه لو شفنا الشكل ده، بس هو قدر يقطع الصمت وقال لنا اهلا وسهلا اتفضلوا. دخلت انا وبابا وقعدنا وهو بيحاول يلفت انتباهنا بكلامه وعمال يشكرني على اللي عملته يومها واني لحقت روان، ويقول لبابا انه عارف يربي، وبدأ يسألني عني وفين امي ولو عندي اخوات. كنت بحاول امسك نفسي وارد عليه واعمل نفسي مش واخد بالي، بس اللي ما كانش معانا خالص هو بابا. لحد ما الراجل قال له البقال لله في المدام، انا كمان مراتي متوفية يا استاذ. هو حضرتك اسمك استاذ ايه صحيح؟ بابا بقى مركز في السقف وفي الحيطان وفي كل حتة، واخد وضعية الدفاع بحيث ان لو حصل اي حاجة ممكن يجري من المكان، وانا عارف بابا بيدخل الحمام بالعافية اصلا، فكنت لازم اشتته شوية لحد ما قلت له بابا عمي بيكلمك. بابا فاق وبص له قال له ايوه امر. ضحك الراجل وانا ضحكت معاه على رد بابا اللي كان مش معانا خالص، وما صدقت ان حاجة غيرت جو القعدة شوية. بابا رد وقال له خالد، اسمي خالد، وحضرتك؟ قال له انا محمد. رد بابا وقال له تشرفنا والله. امال فين العروسة؟ محمد اللي كان عمي رد وقال له بتجهز ونازلة. انت عارف بقى البنات، كبرنا والله يا خالد، ولا انت شايف ايه؟ رد بابا وهو بيحط ايده على كتفي وقال له اه والله العيال بتكبر وبتكبرنا معاهم. قطع النقاش ده الملاك اللي سمعناه وهو نازل على السلالم وكلنا بصينا عليه.
تتخيل معايا كائن مفيش أجمل منه، وهي مش حاطة أي حاجة على وشها. بالك بقى وهي حاطة حاجة ولو خفيفة، حتى فستان أبيض زي لون بشرتها وعيونها الواسعة اللي كان لونهم أخضر. عمري ما شفتها في مرة وما اندهشتش من جمالها. أجمل بنت شفتها وهشوفها لحد ما أموت. نزلت وقدمت لنا عصير وسلمت على بابا اللي نسى اسمه أساسا، مش الحيطان بس. وبعدها سلمت عليا، ما قلناش حاجة، مجرد ابتسامة ووشها أحمر لما لمست إيدي، وراحت بسرعة طلعت على أوضتها بتلقائية مني. قلت لعمي ما ينفعش إن هي تقعد معانا. عمي وبابا ضحكوا في نفس الوقت وقال لي ينفع ينفع، بس اتقل يا واد، لازم توريها إنك مش مدلوق برضو. قلت له لا، ما بصراحة أنا مدلوق بصراحة يعني. ضحكوا تاني ونادى عليها، وزي ما تقول البنت برضو ما صدقت وجت جري وقعدت جنب عمي وهي باصة في الأرض. ما طولناش في اللحظات الجميلة دي لحد ما بدأنا نتكلم في الجد والتفاصيل. كل اللي هتحتاج تعرفه اننا اتفقنا على خطوبة هتكون اسبوعين، وده بعد اقناع شديد مني ومن روان اننا مش محتاجين نطول عن كده. لكن الغريب كان ابوها نفسه. لما اتكلمنا في التفاصيل المادية نفسها، الراجل قال لنا بالنص انا مش عايز منكم جنيه واحد. افتكرناه بيقول الكلام المعتاد بتاع الجواز، لكن لا، الراجل فعلا ما طلبش مننا جنيه واحد، وقال لي انت يا ابني شايف البيت كبير ازاي؟ اكيد مش هيكون طبيعي انك تاخد روان وتمشوا من بيت كبير بالشكل ده. انا هموت من غيرها، الدور اللي فوق كله بتاعكم، وانا هكون في الارضي عشان مش هقدر اطلع وانزل سلالم كل شويه. ده لو موافق طبعا انت واستاذ خالد. قلت له بس يا عمي. قال لي من غير بس، اللي هتدفعه يا ابني في شبكه وشقه وعفش تقدر توفره لو حابب تجدد حاجه من الحاجات اللي في البيت دي، طبعا حاجه ترجع لك في الاول وفي الاخر، والفرح ممكن برضو تعملوه في البيت هنا لو عايزين. بصينا انا وبابا لبعض، كنا بنفكر في نفس الحاجه اللي انت اكيد بتفكر فيها، لحد ما لقينا عمي بيرد علينا بيقول لنا لو على الحيطان احنا ممكن نبيضها ونغطيها مفيش مشكله، ومحدش هيطلع الدور اللي فوق كده كده. وقتها بابا غصب عنه قال له هو الدور اللي فوق اسود كده برضه؟ سكت الراجل لحظات ورجع قال له بس موضوع البياض ده علينا يعني ما تقلقش. ورديت وقتها قلت له لا 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 يا عم، كتير كده، انا مقدر انك مش عايز تتعبني في حاجه، بس دي اقل حاجه اعملها لروان يعني، بياض البيت والفرح عليا، وزي ما انت حابب هقعد هنا، بس اللي هجيبه لروان هيكون عشانها وعشان انا فعلا بحبها، مش عشان لازم او فرض. اتفقنا في النهايه اني هقعد معاهم في البيت اللي هيكون مفتوح لبابا في اي وقت اكيد، واول شهرين عمي هيروح يقعد مع بابا في بيتنا بحيث انه يسيب لنا الوقت لوحدنا يعني، عشان لسه هنكون متجوزين، ومنها كمان هيونس بابا ويساعدوا بعض. بابا مداش رد فعل على الكلام ده خالص، واكتفى بابتسامة بسيطة وهز دماغه. الخطوبة هتتم كمان اسبوع، وبعدها باسبوع هنكتب الكتاب ونعمل الفرح، كان هو ده الاتفاق. خلصت القعدة بابتسامة لطيفة من الطرفين ومني انا وروان، كأن اخيرا بقى يفصلنا ان احنا نكون لبعض اسبوع وبس. مشينا، وطول السكة بابا كان ساكت ما قالش ولا كلمة، انا بس اللي كنت بتكلم وبشكره بقول له يا لو امي موجودة معانا. وصولا للبيت اللي اول ما دخلناه لقيت بابا بيقول لي الجوازة دي لا يمكن تتم. قلت له ليه يا بابا، في ايه بتقول كده ليه يا بابا؟ قال لي ليه ليه، ده جنان مش جواز،
بص البنت عاملة ازاي يا ابني. بلاش البنت، بص البيت عامل ازاي يا ابني. في حد يدي بنته وبيته لواحد غريب ما يعرفوش؟ قلت له ايه يا بابا، هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ ما هما كمان قال لي هما مش مننا ولا يعرفونا. وبعدين يا ابني مش بقى احنا مين؟ مفيش حد يدي بنته الوحيدة لواحد ما يعرفوش. الراجل ده ما يعرفش عننا غير اللي سمعه من الشارع. ده كفاية انه يديك بنته وبيته وما يطلبش حاجة كمان. وبعدين منين هو معاه فلوس يشتري بيها بيت بالحجم ده؟ ومنين البيت نفسه متدمر وفاضي من جوه؟ قلت له عايز تقول يا بابا؟ قال لي محدش يعمل في بنته كده غير لو وراها مصيبة فعلا زي ما الناس بتقول. قلت له مصيبة زي ايه يعني؟ قال لي الله اعلم يا ابني، مش معرفش، مش هنتكلم على اعراض حد، بس البنت دي اكيد فيها حاجة. قعدت قدام بابا على الارض وقلت له يا بابا يا حبيبي، انت كلامك مظبوط، عندك حق في كل حاجة وكل كلامك منطقي وليه معنى، بس خلينا نفكر فيها شوية. مش يمكن الناس دي عشان مرتاحين زي ما انت بتقول فمش محتاجين فلوس من حد؟ مش يمكن هما كل غرضهم ان حد يحميهم من اهل المنطقة مش اكتر، او من ان حد يضايقهم مثلا؟ الراجل قريب منك في السن يا حاج، ما فيهوش صحة انه يتخانق او يصد قدام الناس اللي هنا، وبالذات عشان محدش يعرفه كمان. والبنت شكلها غلبان قوي وشافت كتير. انا مصدق ومقتنع بكل كلامك والله، بس احنا مش خسرانين حاجة. واوعدك يا بابا ان في اسوأ الظروف، اسوأ حاجة هسيبها خالص وكل واحد يمشي بالمعروف. متفقين؟ حط ايده على كتفي وطبطب عليا وقال لي ربنا يستر يا ابني، ربنا يستر. عدت الليلة دي وعد اسبوع الخطوبة بشكل مفيش احلى منه. مفيش طول الاسبوع حاجة واحدة بس وقفت معانا، بالعكس ده كل حاجة مشيت بشكل ممتاز جدا، لدرجة ان البيت اللي من دورين ده اتبيض من جوه بالكامل وبقى شكله يرد الروح في خلال اسبوع واحد بس. انا وروان اتفهمنا في كل حاجة وما حصلش اي نوع من الخلافات، حتى ابوها كان كويس معانا جدا وموافق على كل كلمة بنقولها، سواء حاجة عايزين نعملها او بنطلبها. الوحيد اللي ما كانش عاجبه الحال هو بابا، هو الوحيد اللي كان متأكد ان في حاجة غلط، لكن كل ده كان ملوش تأثير قدام التجهيزات اللي كنا بنعملها انا وروان. والاسبوع التاني خلص واتكتب كتبنا، وكانت ليلة الفرح، والمنطقة كلها كبيرها وصغيرها بيبارك لنا، وتعامل فرح في البيت كان بيحلف بيه اهل المنطقة كلهم. كله تمام لحد كده؟ كله تمام. خلص الفرح والناس مشيت، وابو روان مشي مع بابا زي ما اتفق معانا بالظبط، والبيت فضالي انا وروان بس. السعادة كانت على وشوشنا باينة، والابتسامة كانت من الخد للخد. بمجرد ما البيت فضلنا والناس كلها مشيت، مسكت ايد روان وبصت لها في عيونها، اتكسفت ووشها احمر وقالت لي انا جعانة قوي، ما اكلتش كويس خالص والفرح حد جسمي. قلت لها مفيش مشاكل، ناكل ونهدى بعد كده نشوف نعمل ايه. اكلنا فعلا وغيرنا وقعدنا جنب بعض، كنا بنهزر وبنتكلم عادي جدا لحد ما مسكت ايديها قلت لها انا مش مصدق ان احنا اخيرا بقينا هنا مع بعضينا يا حبيبتي. ردت وعينيها بتلمع وقالت لي ولا انا يا حبيبي. ضغطت على ايديها اكتر وبدات اقرب منها، لقيتها بتقول لي في حاجه مهمه جدا عايزه اوريها لك. رجعت بجسمي بالراحه وقلت لها ايه يا جميله؟ قالت لي ثواني. خرجت جري من الأوضة وسمعتها بتجري على سلالم البيت، وفجأة سمعتها بتصرخ وصوتها وهي بتقع طلع. قمت جريت عليها وكنت طاير، لقيتها واقعة جنب السلم وكانت بتدمع شوية. جريت عليها شلتها بسرعة ورجعت بيها للأوضة، بدأت أبص على رجلها اللي قالت لي إنها اتلوت بالغلط وهي نازلة على السلم.
ما كانش فيه علامة على رجلها، بس قالت انها بتوجعها، ولما قلت لها خلاص هجيب دكتور او هكلم حد من اهل المنطقة اعترضت وقالت لي لا لا لا، على الصبح هيكون الوجع راح خلاص. وقتها اخيرا حصل اللي كنت مستنيه. وقف اسماعيل كلامه وشد نفسين، فضل ساكت وبصص لي. كنت انا كمان قاعد بكركر بالشيشة وقلت له وبعدين؟ قال لي انت عارف بقى. قلت له تمام انا عارف، بس بعدها حصل ايه؟ قال لي ما حصلش، وسكت وكمل شد. قلت له هو ايه اللي ما حصلش؟ مش بتقول انه حصل؟ قال لي لا ما حصلش. قلت له ازاي انا مش فاهم حاجه؟ الرجاله كلها سكتت وبتبص لي، بيبصوا لبعض وبيشيشوا. قلت لهم ايه يا رجاله، ما تصحصحولي ايه اللي حصل بالظبط، في ايه؟ قالوا لي مش عايزين نتكلم في اعراض حد. قلت لهم لا والله، بقالكوا ساعه ونص بتحكولي عن شكل البنت وتفاصيلها لحد ما حبيتها وانا قاعد، بعد كده تقولي لي اعراض؟ كمل اسماعيل وقال لي بس البت. قلت له مالها البت؟ في، قال لي طلعت مش بت. قلت له امال طلعت ايه؟ مؤاخذه. قال لي لا مش فاهم، اقصد ان البت طلعت مش بنت، بنوت. افهم انت بقى دكتوره. قلت لهم طب تمام وبعدين؟ بصوا لبعض وقالوا لي هو ايه اللي بعدين؟ بنقول لك طلعت مش بنت، بنوت. قلت لهم ايوه، وانا مال امي يعني؟ هو انا هتجوزها؟ قالوا لي مش القصد دكتوره، بس القصد ان يعني كل الافلام الهندي اللي معموله على البنت وشباب المنطقه اللي ميتين عليها دول كلهم كانوا عين في واحده يعني مش بنت، بنوت. قلت لهم هو ده السر الخطير يعني؟ يعني هو ده السر الرهيب اللي انتم اعداء او ممشي يعني؟ طب ولا اعمل ايه؟ قالوا لي استنى بس استنى هنكمل لك. كمل اسماعيل وقال لي وقتها دي كانت كارثه ملهاش اول من اخر. نديم بيقول انا في الاول حاولت اقنع نفسي ان ده مش بجد، لكن الاكد لي ان شايفه هو روان نفسها. اول ما حست ان فهمت قامت قربت مني، لكن رجعت لورا وقلت لها علشان كده عشان كده عشان عشان كده ابوكي ما صدق انه خلص منك وما تكلمش نص كلمه على الجوازه عشان كده. انا زي ما كنتش بفكر في حاجه زي دي. روان بدات تنهار وتعيط وتقول لي والله انت فاهم غلط، والله انت بتفكر فيه اللي انت بتفكر فيه مش صح. قلت لها ولو مش صح امال ايه ده؟ قالت لي هفهمك كل حاجه، انا فاهمك كل حاجه، بس ارجوك 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 وطي صوتك وطي صوتك ارجوك وما تفضحنيش. انا ما صدقت ان حياتي بدات تتحسن، ارجوك ابوس رجلك واستر عليا، انا مش زي ما انت فاكر. نديم فضل واقف باصص لها وكان جواه صراع بين الغضب والحزن، بين الطيبه والاخلاق اللي عنده. لكن كعادته اللي اتشهر بيها وهي طيبته، قدر يهدي نفسه ويكتم غضبه عشان يتفاهم مع روان. قعد بعيد عنها وهي كانت قاعده على السرير ووشها اتغرق من العياط. بدات كلامها وقالت له انا مش زي ما انت فاكر، انا مش زي ما انت فاكر، انا ما غلطتش ولا عملت حاجه غلط يا ربنا. قلت لها كنت متجوزه؟ كنت متجوزه صح؟ حط دماغها، حط دماغها على الارض. قلت لها الولد اللي كل شويه كان يجي هنا. قامت نطت مره واحده وشدت مصحف مسكته في ايديها وحلفت على المصحف انه مش هو. قلت لها امال مين؟ مين ده؟ قالت لي واحد علاقتي انتهت معاه من سنين، ومن بعدها وكل واحد في حاله مش بيقرب لي نهائي،
لا بالكويس ولا بالوحش. قلت لها وده كان امتى ده؟ قالت لي ده كان قبل كده، قبل ما اجي انا وبابا هنا. قمت وقفت وحطيت ايدي على دماغي وقلت لها بس ما ينفعش يا روان، ما ينفعش يا بنت الناس تعملي كده، ما ينفعش تعملي في اي حد كده، مش انا بس، اي حد مكاني كان زمانه دلوقتي فضحك في المنطقه كلها. حاجه زي دي المفروض تعرفيها للشخص اللي المفروض قابلتي انه يكمل حياته معاكي قبل ما يبداها، لكن تعملي انت وابوكي تستدرجوا حد كده؟ ما ينفعش يا روان. فضلت تعتذر وتقولي انه غصب عنها وان محدش كان هيقبل بيها، وبالذات لما يتعرف انها بالرغم من السن الصغير ده كانت متجوزة قبل كده واتطلقت كمان. قلت لها برضو يا روان برضو ما ينفعش. انا هسيبك دلوقتي، انا هسيبك دلوقتي وهنام في اوضة تانية وانت ارتاحي هنا، وبكرة الصبح لو حد سأل واتكلم عشان اكيد هنلاقي الكل ناطط عندنا هنا، قولي اللي المفروض تقوليه بقى. قالت لي اللي هو ايه؟ قلت لها انت المفروض عارفه بقى، ما انت كنت متجوزه قبل كده، الدنيا هتمشي بشكل طبيعي الفتره الجايه قدام الكل لحد ما الدنيا تهدى والناس تنسانا شويه وهنقعد قعده طويله سوا عشان عندي اسئله كتير قوي ليكي. قالت لي حاضر 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 حاضر، هنفذ كل كلامك، هعمل كل حاجه انت قلتها. وانا بطلع من الاوضه لقيتها بتنادي عليا بتقولي نديم انت ناوي تكمل معايا؟ قلت لها معرفش. ده هيعتمد على القعده اللي هنقعدها ونتكلم فيها على كل حاجه. ردت عليا وقالت لي شكرا نديم. لا شكرا. قالت لي اه شكرا، انا عمري ما هنسالك الجميل ده، ان شاء الله ربنا يرزقك بواحده احسن مني. اخدت تنهيده طويله وقلت لها تصبح على خير يا روان. رحت أوضة تانية وحاولت أنام لكن ما قدرتش. كانت ليلة من أصعب الليالي اللي مرت عليا في حياتي. فضلت قاعد على السرير بفكر اشمعنى أنا، اشمعنى روان؟ أكيد في سبب. روان مش وحشة معايا خالص، بالعكس روان من أجمل وأرق البنات اللي شفتهم في حياتي. صعب على أي راجل إنه يكمل مع واحدة كانت متجوزة قبل كده وما قالتلوش. انا ما عنديش مشكلة لو كانت حاجة غصب عنها، لو اتغصبت على الجواز، بس الاحساس وحش، احساس ان اتضحك عليك او انك لعبة في ايد حد. يا رب. عدت الليلة وعلى طلوع النهار كنت قمت خرجت من اوضتي. مع فتحي للباب سمعت صوت باب اوضة روان فتح برضو وخرجت. كان باين عليها انها هي كمان ما نامتش. بصيت لها قلت لها ما نمتيش؟ قالت لي ما قدرتش. وانت؟ قلت لها ما عرفتش برضو. قالت لي انا اسف قوي. قطعتها وقلت لها خلاص يا روان يلا نفطر ونفوق عشان الناس هتيجي كمان شويه انا عارفهم. اختصارا لحاجات كتيره حصلت اليوم ده وباقي الايام اللي بعد كده، المنطقة كلها بقت مقتنعة 100% ان انا وروان عايشين اجمل قصة حب في الدنيا. ورناهم ان احنا اكتر اتنين مبسوطين في الدنيا كلها، والابتسامة مش بتفارق وشوشنا،
دايما بنضحك في وش بعض وبندلع بعض قدام اي حد. اما بقى الوحيد اللي كان متأكد ان كان في حاجة غلط كان بابا. كان بيبصلي في عيني في اي زيارة وبيبان على وشه عدم الراحة، لحد ما عدى حوالي شهرين على الحال ده، وانا وروان بقينا ممثلين باحتراف بنتكلم عن قد ايه حياتنا سعيدة وحلوة واننا مش قادرين نستغنى عن بعض. ومش محتاج اقول طبعا ان طول الفترة دي ما لمستهاش وما قربتش منها نهائي. بالنهار اسعد زوجين في العالم، وبالليل كل واحد في اوضته، مش بنتقابل غير وقت الاكل بس. لحد ما وصلنا للوقت اللي اخيرا عرفت فيه كل حاجة. يوم كنت اجازة من الشغل واتفقت انا وروان ان احنا هنقعد نتكلم في كل حاجة اخيرا. وقتها والد روان فضل قاعد مع بابا لمدة كام اسبوع كمان، بحيث ان هو كان عارف ان الفترة اللي فاتت ما قدرناش نقعد لوحدنا، فسب لنا كام اسبوع كمان عشان نقدر نقعد براحتنا فيه. اخدك لليوم ده، قعدت مع روان وبصت لها، قلت لها ممكن تقولي لي بقى انتوا مين وجيتوا منين وش معنى جيتوا هنا وليه وفين اهلك اخواتك قرايبك، انت مين يا روان؟ بصت لي وبدأت كلامها وقالت لي قبل اي حاجة مش عايزك تقاطعني ولا تحكم عليا غير لما تسمع الحكاية كلها، عشان انا مفيش حاجة من اللي هحكيه حصلت بمزاجي او ارادتي، كل حاجة كانت غصب عني وما قدرتش اني اعترض او ارفض. ارجوك ما تحكمش عليا او تشوفني وحشة، عشان انا فعلا ملياش ذنب. مقدمتها هدتني شوية بصراحة وخلتني حتى لو مش هقبل كلامها بس هكون عاوز اسمعه. قلت لها بكل هدوء انا مستعد اسمعك ومش هحكم عليك بحاجة، اتكلمي من غير خوف. بلعت طريقها وقالت لي تمام. انا اسمي الحقيقي روح وبابا اسمه حافظ، اصل انا من مكان مش معروف، لو وصفتهولك مش هتصدق ان في مكان زي كده حقيقي اصلا، مكان صغير غريب، كل الناس اللي فيه تصرفاتهم غريبة ومش منطقية، حتى الحاجات اللي بيأمنوا بيها ومعتقداتهم مش منطقية. مش محتاج تكون واعي ومثقف علشان تشوف حاجة زي دي او تستوعب حاجة زي دي، بمجرد ما تركز وتشغل مخك هتلاقي ان في مشكلة في اللي انت شايفه قدامك ده. حتى الاطفال مش مظبوطين وطريقتهم مش طبيعية في اللعب او التعامل مع بعض، وبالتالي الاطفال اللي بتتولد جديد بيشوفوا اللي قبلهم بيعملوه فبيكبروا هما بيقلدوهم، زي ما بيكبروا بيقلدوا الكبار في الحاجات اللي بيعملوها واللي بتبقى اغرب واسوأ. قلت لها ثواني بالراحة، بس بالراحة، دي بلدي دي. قالت لي قرية، قرية من ثلاث محافظات بيقولوا عليها قرية الكهانة، عبارة عن جزء من مجموعة قرى متجمعة هناك. المهم ان هناك كان في عيلة كبيرة قوي كانوا عايزيني اتجوز ابنهم بالعافية. رفضت واعترضت وقلت لا، لكننا كنا على قد حالنا وقتها زي اغلب السكان، لكن هما كانوا كبار وايديهم طايله والاذى طال ابويا واخواتي الكبار الاثنين. قلت لها اخواتك؟ قالت لي اه، عمار ومنصور. قلت لها حصل ايه؟ قالت لي تقصد تقول ما حصلش.